السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم بسطيله مغربيه بالسمك. كتجي رائعه، طريقتي الخاصه كتجي لذيذه بزاف مقرمشه. نتمنى تنال الرضا ديالكم ان شاء الله. تبعوا معايا هنايا المقادير. عندي هنا كيلو ديال الميرنو مغسوله مزيان ومعصور عليها الحامض، كيلو ديال الكروفيت حتى هو مغسول مزيان. عندي هنايا الزبده باش غادي نخدم الحشوه، توابل معلقه معلقه من الحاجه، الزنجبيل، فلفل اسود، فلفل احمر، الكركم، كمون، شويه ديال الملحه. عندي هنايا جوج وريقات ديال الغار، عصير ليمونه كامله. عندي هنايا الفيرميسيل مسلوقه شاريه الصينيه 250 غرام، نصف ليمونه مصيره مقطعه قطع صغيره، ثلاثه الفصوص ديال الثوم حتى هما محكوكين. وعندي هنايا معجون الطماطم معلقه كبيره، ثلاثه المعالق ديال الزيتون الاخضر مطحون شويه، قزبر ومعدنوس. هنايا فلفله حلوه وحده حمراء وفلفله حاره مطحونين، بصله وحده مشلده قطع صغيره، شامبينيو معلب. عندي هنا الفرماج مبشور حتى هويا. عندي هنايا الزيت نباتي وشويه ديال الفلفل الاحمر باش غادي ندهنوا الورقه ديال البسطيله، زيت الزيتون مع زيت نباتي وشويه ديال الصويا. عندي هنا نصف كيلو من الورقه. نتمنى هالطريقه ديالتي تعجبكم، والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله. يا حلو شراجبكم.
جاي.